أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. برعاية الملك ونيابة عن ولي العهد، غدا أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن. وزير الخارجية يؤكد بأن مبادرة السلام العربية هي أساس التطبيع مع إسرائيل. استمرارا لأعمال المملكة الإنسانية، الطائرة الإغاثية السادسة تصل إلى بولندا لدعم الشعب الأوكراني. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة لرئيسة كوسوفا فيوسا أوسماني ساديريو بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يحضر الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض مساء غد الأحد الحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الأولى بالجنادرية، حيث يتنافس ملاك الهجن وعددهم أكثر من 2000 مالك هجن يمثلون 13 دولة خلال المهرجان على جائزة سيف خادم الحرمين الشريفين للنقاط وجوائز مالية تتجاوز قيمتها 70 مليون ريال للفائز. شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في جلسة حوارية بعنوان نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وتحديات وضع التصعيد، حيث أكد سموه خلال الجلسة بأن الأولوية الآن هي وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ومعالجة الوضع الإنساني في غزة. الأولوية يجب أن تكون الأزمة الإنسانية الكارثية التي تحدث في غزة، فنركز على إيقاف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة، ونركز على الوصول الإنساني لشعب غزة. هذا غير مقبول تماما، والوصول للمساعدات الإنسانية يجب أن يكون فورا وعاجلا. هناك حاجة لأكثر من 500 شاحنة يوميا، ولكن دعينا نقول أننا نحن مقتنعون تماما أن المسار الوحيد للأمن والاستقرار في الجميع بما في ذلك إسرائيل هو من خلال الدولة الفلسطينية المستقلة حتى ننهي القتال في غزة، فهذا هو حلنا الوحيد. هذا وأكد سمو وزير الخارجية خلال الجلسة بأن المملكة ليس لديها علاقات مع إسرائيل، مشددا بأنه لن يكون هناك أي تطبيع دون وقف القتال في غزة. نحن نقول أن ليس لدينا إلى الآن علاقات مع إسرائيل. قد أوضحنا للأمريكيون أننا من وجهة نظرنا أولوية رقم واحد أن نعالج الوضع الإنساني في غزة، ويجب أن ننهي القتال في غزة وأن نضمن الوصول إلى المساعدات الإنسانية في غزة. مجرد أن ننهي ذلك فسوف نعاود المحادثات مع الإسرائيليين، والعنصر الأساسي والرئيسي لذلك سوف تكون مسألة الدولة الفلسطينية. كما أكد وزير الخارجية بأن مبادرة السلام العربية هي أساس التطبيع مع إسرائيل. المملكة العربية السعودية قد تبنت التطبيع كسياسة ليس من 2002 فقط حيث وضعنا مبادرة السلام العربية، ولكن من 1982 عندما وضعنا المبادرة الأولى. فمسألة التطبيع هي تحدي، ماذا سوف يحدث للفلسطينيين؟ وجزء من ذلك هو الدولة الفلسطينية المستقلة. فهذه مسألة معقدة، ولكن بنهاية المطاف هو الأمر الصحيح أن يتمتع الفلسطينيون بحقهم لإرادتهم، ومن وجهة نظر براغماتية أن يكون لدينا الأمن والاستقرار في المنطقة.
وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب السياسي الدكتور نايف الوقاع. دكتور بداية أهلا بك في هذه النشرة، يعني مشاركة سمو وزير الخارجية في مؤتمر ميونخ للأمن 2024 من خلال جلسة حوارية أتت بعنوان نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وأيضا تحدي وضع التصعيد. المملكة يعني تؤكد دائما أن وقف إطلاق النار، حماية المدنيين، معالجة الوضع الإنساني في غزة سيحل الكثير من المشاكل سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في غزة. حياكم الله أستاذنا الكريم وحيا الله مشاهديكم الكرام. حياك الله. في البدء أؤكد على أني أعتز وأفتخر بمواقف بلادي القوية والمستمرة والواضحة والشفافة، وأيضا أشيد بما يقوم به صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية من جهود جبارة، من ما يكاد ينتهي مؤتمر إلا ويعقد لقاء ثنائيا أو يتلقى اتصال أو رسالة، وما سمعناه في الكلمة التي ألقاها سموه يؤكد ثوابت المملكة العربية السعودية، وهذه الثوابت واضحة ونقلت إلى العالم عبر اقتراح سعودي تبنتها جامعة الدول العربية وتبناها العالم العربي والإسلامي بضرورة إقامة دولة فلسطينية، بضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة. الآن هناك أمر طارئ جدا، وهذا الأمر محرج حقيقة للعالم بشكل كبير. هناك جرائم ترتكب، هناك إبادة جماعية، هناك منع لوصول الغذاء والدواء للمحاصرين والذين حقيقة لا يملكون من قوت يومهم شيء، وبالتالي تكرار هذه المطالبة سواء من خادم الحرمين الشريفين أو من سمو سيدي ولي العهد أو من خلال سمو وزير الخارجية أو من خلال كل مسؤول سعودي أو وسيلة إعلام سعودية، هذا يؤكد أن المملكة العربية السعودية غير راضية على الموقف الدولي تجاه هذه القضية الإنسانية، بغض النظر عن أي بعد تاريخي للقضية، بغض النظر عن الحقوق والالتزامات التي قررها مجلس الأمن عبر عدة قرارات، ولكن هناك موقف طارئ، موقف إنساني طارئ، هناك مجازر ترتكب بشكل فوري. تكرار سمو وزير الخارجية لهذه المطالب يحرج المنظومة الغربية على وجه الخصوص التي كانت تحمل ملف حقوق الإنسان وإيقاف الصراعات ونشر الأمن والسلم الدوليين. الآن هذه الدول هي متواطئة حقيقة فيما تقوم به إسرائيل وتدعمها علنا وتناور وتحور التصريحات ولا ترضى حتى بالحقائق، لا ترضى بها حتى الحقائق التي تنقلها وسائل إعلامهم على مضض أصبحوا يشككون بها. وبالتالي أنا فخور بموقف سمو وزير الخارجية، فخور بموقف بلادي وبصوتها القوي الواضح الراسخ بالمطالبة بالحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية. نعم دكتور نايف، يعني مبادرة السلام العربية هي أساس، يعني على لسان وزير الخارجية هي أساس التطبيع مع إسرائيل، لماذا هذا التجاهل الإسرائيلي المتعمد لهذه المبادرة؟ بسبب بسيط، هو لأنها تتلقى الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا ومن ألمانيا ومن فرنسا ومن الدول الكبرى. هذه الدول هي التي تمسك بخيوط الصراع في منطقة الشرق الأوسط. لو أوقفوا الدعم عن إسرائيل ساعات وليس أيام لرضخت إسرائيل، وهي التي تبحث عن السلام مع العرب، لكن إسرائيل متكئة على حق النقض الفيتو لهذه الدول، متكئة على أنها لن تحاسب، على أنها مهما تجاوزت لن تسأل، وبالتالي تريد أن تفرض سيطرتها وتنتزع مزيد من الحقوق. الفكرة الأخيرة التي سمعناها من حكومة نتنياهو والمتطرفين الذين معه أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية نهائيا، وبالتالي هم يعملون الآن على ليس فقط القبول بدولة فلسطينية وإنما القضاء على القضية الفلسطينية بشكل مبرم، تهجير قطاع غزة، من لم يقبل التهجير سيقتل، ثم يلتفتون إلى الضفة الغربية وبالتالي زجهم أو يعني دفعهم للخروج خارج الحدود. إذن كل الشكر والتقدير للكاتب السياسي الدكتور نايف الوقاع. شكرا دكتور.
استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي عبد الله لحياة سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الجهود الدولية المبذولة بشأنها. بحث وزير الخارجية مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها. كما ناقش وزير الخارجية مع ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها. كما بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية مع رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر ووزير خارجية الظل في حزب العمال البريطاني ديفيد لامي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024 العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السابعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، في حين وصلت الطائرة السادسة إلى مطار زوسوف في بولندا لدعم الشعب الأوكراني. يوما بعد آخر تثبت المملكة للعالم أجمع أن الإنسانية في مقدمة أولوياتها، فقد دأبت على مد يد العون والمساعدة لجميع الدول دون أي استثناء لدعم المحتاجين والتخفيف من المعاناة المتضررين، مع استثمار ثقلها السياسي والاقتصادي في العمل من أجل إحلال الأمن والسلام الدوليين ومعالجة مختلف القضايا بالحوار وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية. عطاء المملكة اللامحدود تجسد في جناحها الذي شكل أكبر مظلة عون عابرة للقارات، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يحمل الرسائل السعودية السامية في البذل والمنح بسخاء. ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية سجلت المملكة مواقفها الصادقة دون الانحياز لأي طرف، مع سعيها ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا وتهيئة فرص الحوار لإنهائها. المبادرات والجهود السعودية لم تنحصر في الدبلوماسية والبحث الدائم عن تهدئة الأوضاع وفرص تحقيق السلام، بل تجلت فيها رسائل النبل والإنسانية بنجاح وساطات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الإفراج عن الأسرى من عدة جنسيات وتخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين بحزمة مساعدات إنسانية $400 مليون. لم تكن الأولى من نوعها، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتقديم حزمة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة $10 ملايين عقب اندلاع الحرب. وجسور المملكة الإنسانية لمساعدة أوكرانيا ومواطنيها تتواصل للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، في رحلة عطاء يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام ينضم إلينا المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دكتور سامر الجطيلي. دكتور، يعني بداية، لنا المملكة هي رائدة في العمل الإنساني، رائدة في العمل الإغاثي التنموي. الطائرة السابعة تصل إلى مطار زوسوف البولندي، سبقتها الطائرة السادسة. دكتور، لو تعطينا تفاصيل أكثر عن هذه الطائرة وعن الحمولة وماذا تحمل من مساعدات. الله يحييكم وحيي المشاهدين الكرام. نعم، استمرارا لتوجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين، استمرارا لتنفيذ توجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، استمر الجسر الجوي والذي بدأ قبل يومين. هذا الجسر الجوي الذي يتكون من 18 طائرة بإذن الله عز وجل يستمر إلى 28 من هذا الشهر،
يحمل على متنه مئات الأطنان من المستلزمات الشخصية، سواء الكبار أو الصغار، كذلك يحمل حليب الأطفال، كميات كبيرة من حليب الأطفال، أجهزة كهربائية منزلية، وكذلك يحمل مولدات كبيرة ذات حجم كبير جدا. هذه الاحتياجات تم رصدها بالتعاون مع الشركاء ومن خلال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بولندا، يتم إيصالها إلى مطار زوسو في بولندا، وهو المطار الأقرب للحدود الأوكرانية، ثم يتم نقلها عبر البر للمحتاجين في أوكرانيا. نعم، إذن مثل ما تفضل دكتور أنه إلى 28 من هذا الشهر ستكون هناك طائرات متتابعة للمساعدات. هذا صحيح، نعم، سوف يستمر الجسر الجوي ليحمل كما ذكرت هذه الأجهزة وكذلك المساعدات الأخرى، يستمر دون توقف في معدل طائرة أو طائرتين يوميا. كل طائرة تحمل ما إجمالية تقريبا حوالي 150 إلى 160 طن، ويتم كما ذكرت إيصالها إلى المطار، حيث يتم استلامها بعد ذلك من قبل الشركاء ومن قبل كذا بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في بولندا، ويتم إدخالها عبر الطرق البرية الآمنة مع بالتنسيق مع الشركاء من المنظمات الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الأمم الدولية الإنسانية لإيصالها لمناطق الاحتياج. إذن كل الشكر والتقدير للمتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للغاية والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي. شكرا دكتور. تجاوز مجموع التبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 628 مليون ريال، فيما وصل عدد المتبرعين لأكثر من 1,700,000 متبرع. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة ساهم إنفاذا لتوجيهات القيادة. وفي الشأن الفلسطيني، يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي القصف المكثف على عدة مواقع متفرقة في قطاع غزة، كما تواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفى ناصر في خان يونس بغزة وسط انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات، مما أدى إلى وفاة 5 مرضى. هذا وارتفع عدد قتلى القصف على غزة إلى أكثر من 28,000 قتيل. من جهة أخرى، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى عزم الجيش باجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، وذلك في عملية عسكرية مزمعة الأسبوع المقبل. نشرتنا مستمرة ولكن بعد فاصل قصير. لتحسين المشهد الحضري، غدا نهاية المهلة التصحيحية لمعالجة مخلفات التشوه البصري. أهلا بكم. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 19,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية أكثر من 1,000 شخص، بالإضافة إلى تورط 11 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. استقبلت المحاكم في المملكة 6,400 قضية نزاع تجاري ضد شركات ومؤسسات وأفراد منذ بداية عام 2024، إذ استحوذت نزاعات البيع والأجرة والتوريد على نحو 38% من إجماليها، وذلك وفقا لصحيفة الاقتصادية. فإن المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على نحو 42% بنحو 2709 قضايا، تلتها مكة المكرمة ب 1661 قضية. تستعد وزارة العدل لإطلاق النسخة المطورة من تطبيق ناجز للأجهزة الذكية، تشمل مجموعة من التحسينات للارتقاء بجودة خدمات المستفيدين، ليصبح إجمالي خدمات التطبيق 83 خدمة عدلية، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة عبر التطبيق خلال العام الماضي أكثر من 50 مليون عملية مقدمة للمستفيدين، كما عقدت أكثر من 7,000 جلسة قضائية عبر التطبيق.
تنتهي غدا الأحد المهلة التصحيحية لمعالجة مخلفات التشوه البصري، وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أعلنت العام الماضي إصدار شهادة امتثال المباني، والتي تهدف إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع بعدم وجود عناصر التشوه البصري في مبانيهم. تهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة. انطلقت اليوم في الأحساء مهرجان الأحساء للصقور، الذي ينظم لأول مرة خلال الفترة من 17 وحتى 20 من فبراير الجاري في موقع جبل الأربع. ويأتي المهرجان ضمن جهود محافظة الأحساء ونادي الصقور السعودي في الاحتفاء بثقافة وهواية الصقارة الأصيلة، كما يهدف إلى دعم العمل والاستثمار في النشاطات الثقافية والرياضية والتراثية والسياحية في الأحساء. استقبل مطار العلا الدولي أولى رحلات الخطوط الملكية الأردنية، حيث افتتح مسار جديد مباشر من عمان، وتعتزم الخطوط الأردنية تسير رحلتين أسبوعيا بين مطار الملكة عليا الدولي في عمان ومطار العلا الدولي، كما يشكل المسار الجديد جسرا تاريخيا يمتد إلى حقبة عظيمة شهدت فيها كلا المنطقتين ازدهار الحضارة النبطية القديمة التي تركت آثارها راسخة حتى اليوم في كل من البتراء في الأردن والحجر في العلا. نظمت جامعة جازان مؤتمر جازان الدولي الأول لأبحاث البن ضمن فعاليات المعرض الدولي للبن السعودي 2024. تزامنا مع انطلاق المعرض الدولي للبن السعودي، نظمت جامعة جازان مؤتمر جازان الدولي الأول لأبحاث البن 2024 بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين من ذوي الخبرة في قطاع صناعة وإنتاج البن. استضيف المؤتمر متحدثي من الدول الأصلية للمنتجة والمصدرة للبن. فالمؤتمر يستضيف 5 ورقات علمية بالإضافة إلى مشاركات محلية من جميع الجامعات السعودية خلال جلساته 5. المؤتمر يشمل 5 جلسات حوارية وعرضا للتجارب والخبرات الدولية في مجالات إنتاج وتصنيع وتسويق البن، ويهدف المؤتمر لدعم وتطوير قطاع إنتاج وصناعة البن في المملكة وتعزيز الروابط بين البحث والتعليم والزراعة والصناعة والتجارة. يساهم المؤتمر في تبسيط التحديات وتقديم الحلول التي تواجه مزارعي المنطقة في زراعة هذا المحصول. ومن أهم أيضا الأهداف التي يركز عليها المؤتمر هي التسويق والتجارة الدولية والضوابط القانونية. كما يسعى إلى تعزيز البحث والتعليم في علوم زراعة البن والوقوف على أهم التحديات التي تواجه زراعة البن وتحد من زيادة الإنتاجية والربحية، واستقطاب أفكار وبحوث حول تقنيات حديثة يمكن تطبيقها لتطوير نظم الإنتاج الزراعي للبن. رهف نجيب، جازان. توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، في حين لا تزال فرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان عسير الباحة، وقد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك المنطقة الشرقية، مع فرصة ظهور الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان عسير الباحة الطائف. هذا وشهدت مرتفعات منطقة تبوك تساقطا للثلوج على جبال تورجينا وعلى جان، ورياحا باردة ناتجة عن الانخفاض الملموس في درجات الحرارة، إذ سجلت المنطقة صباح اليوم 4 درجات مئوية. ووفقا لبيانات مركز الأرصاد فإن الحالة الثلجية على تبوك قد تستمر حتى نهاية اليوم السبت. وللحديث أكثر ينضم إلينا المحلل في المركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل. بداية أستاذ عقيل، أهلا بك في هذه النشرة. أستاذ عقيل، يعني الشرقية
يعني بصفة عامة الأجواء في المنطقة الوسطى الشرقية الجنوبية والغربية، هل هي متشابهة من حيث هطول الأمطار والتغيرات المناخية فضلا عن منطقة تبوك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا أستاذ عبد الرحمن ومشاهدي قناة السعودية. بإذن الله تعالى يعني فعلا أمس واليوم فجرا هطلت الثلوج على المرتفعات في منطقة تبوك، لكن هذه الحالة الجوية إن شاء الله تنتهي مع هذا اليوم السبت، وتعود الأجواء إلى الاستقرار النسبي خلال هذا الأسبوع إن شاء الله على معظم مناطق المملكة، وكذلك الحال تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا عما كانت عليه خلال الأيام السابقة. هذا اليوم إن شاء الله وصباح غدا تعاود درجات الحرارة انخفاضها، خاصة درجات الحرارة الصغرى على المناطق الشمالية الغربية والحدود الشمالية والجوف وشمال منطقة المدينة المنورة، تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 2 إلى 6 درجات مئوية، وكذلك الحال على طول الشريط الساحلي الغربي من المملكة ابتداء من منطقة تبوك والمدينة المنورة وسواحل منطقة مكة المكرمة من فيها محافظة جدة، ستكون الأجواء باردة نوعا ما عما كانت عليه خلال الأسبوع السابق، وستشمل البرودة إن شاء الله خلال هذا الأسبوع المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من المملكة إن شاء الله تعالى. كما تعرف أستاذ عبد الرحمن عشنا أجواء دافئة نوعا ما خلال الأسبوع السابق، إن شاء الله هذا الأسبوع تعاود درجات الحرارة انخفاضا طفيفا عما كانت عليه. إذن كل الشكر والتقدير للزميل عقيل العقيل محلل مركز الأرصاد، شكرا لك أستاذ عقيل. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير لأبرز ما جاء فيها. برعاية الملك ونيابة عن ولي العهد، غدا أمير الرياض يحضر الحفل الختامي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن. وزير الخارجية يؤكد بأن مبادرة السلام العربية هي أساس التطبيع مع إسرائيل. استمرارا لأعمال المملكة الإنسانية، الطائرة الإغاثية السادسة تصل إلى بولندا لدعم الشعب الأوكراني. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.